نعم. قلب الله يبارك فيه. ما عرفنا معناه الإنكار بالقلب. ما عرفناه في وهو العنصر يعني أو الأسلوب الثالث من الأمر بالمعروف. الإنكار باليد معروف. زيادة المنكر باليد كسر الصورة، إراقة الخمر، تفريق مجتمعها الباطل من أواش بهذا. لا الثالث. واللسان إنكاره باللسان معروف. هذا ما يجوز، هذا منكر، هذا لا يحل لك يا فلان، اتق الله. والقلب يكون يكره بقلبه، يتغير وجهه ويكره الشيء بقلبه، يعني يعلم الله من قلبه انه كره هذا الشيء وانكره، ما هو يوافق عليه ويرضى بقلبه ولو كره بلسانه. اذا يكرهه بقلبه يقوم لا يشهد، يقوم عنه لا يشهد المنكر، لا يشهد. لكن مثلا انا بنصح رجل يعني يستعمل الغناء ومدمن على استعمال الغناء، وكل ما نصحته وكذا باسلوب اللسان يعني استمريت معه، اخيرا قال لي بالحق كسرت عينك، كل ما جيتنا تنصحنا عن الكلام هذا حنا طلعتنا زين، هم هذا ما احنا مشاركينه، ايش ولا كيف انكر في قلبي؟ اجلس معه ولا اروح منه؟ اهجرهم، هذا مو منكر قلب، انت انكسر لسانك الان، لكن لا تجلس معه.